ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا ونستقبل ضيفنا اللي منورنا هنا في عيش سعيد. والضيف اللي منورنا النهاردة هو ضيف فنان مختلف لأن هو مبدع في مجاله، وكمان بقاله فترة قالب الدنيا على السوشيال ميديا بفيديوهات رجعتنا كده لأيام قعدنا نفتكر بيها حاجات حلوة بمسرحية نوستالجيا. المسرحية نوستالجيا 80-90 اللي مكسرة الدنيا دلوقتي هي من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وطبعا بما أنه مسرح الدولة وشغالين عليه بشغل من نار فعلا، فالفيديوهات قلبت الدنيا والناس بقت تدور المسرحية بتتعرض فين، ولسه مكملين في عرضها لحد دلوقتي. منور الممثل المبدع الكبير محمود عزازي، ازيك؟ اهلا بيك. عامل ايه الاخبار؟ كله كويس. ايه النوستالجيا الجميله اللي فكرتنا بالثمانينات والتسعينات، واشمعنى حبيت انك تكون موجود في العمل ده؟ والله الحقيقه انا سعيد جدا بعرض نوستالجيا 80 90 لاكثر من سبب. الاول بس نحكي عنه، هو رؤيه واخراج استاذ تامر عبد المنعم. طبعا كنا هنجيب سيرته كده طبعا. والعرض بيتكلم عن ان حد عاصر حقبه الثمانينات والتسعينات وبيواجه الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي من غياب شويه للارث الثقافي والفني اللي ما كانش موجود، اللي مش موجود بالشكل اللي كان موجود في الثمانينات والتسعينات، فبيرجع لذكرياته. فالعرض بيرجعنا لذكرياتنا بقى في الحقبه دي من افلام ومسرحيات. هي الثمانينات والتسعينات اللي هي لسه كانت اول امبارح دي بقت حقبه خلاص؟ اه تخيلي بقت حقبه بجد. دي مشكلتي بقى مع حقبه، عندي ليها حنين كبير جدا. انا على المستوى الشخصي يعني انا لسه مسجون في التسعينات لحد دلوقتي، يعني عايش هي مش بعيده. ليه حسستني ان هي بعيده؟ انا يعني انا مش حاسس بده، بس اللي بنشوفه حوالينا بيقول ان هي اصبحت ذكريات يعني. بس فهو بيسترجع بقى كل اللي احنا عاصرناه بقى الارث الثقافي والفني في الفتره دي من مسرحيات وافلام ومسلسلات وحتى برامج تلفزيونيه وافلام كرتون كل حاجه. فبنشوف ده بيتجسد على المسرح في صوره استعراضات ومشاهد مختلفه، وزي كده رحله عبر الزمن. يعني احنا الهدف ان الحضور، الناس اللي بتحضر العرض، الجمهور بيسافروا عبر الزمن لمده ساعه ونص للثمانينات والتسعينات. حتى عندنا عداد بيعد بيرجعنا لحياه سنه 80 ونبدا نشوف بقى. طب بس عايزة أسأل في الأول عن الحضور. الحضور مجاني في كل طبعا مسارح الدولة، فعايزة أعرف هل بقى في إقبال؟ ما هو إن أنت ما عندكش حجة، أنت عندك دلوقتي الحضور مجاني وعامل عمل خطير بكل التفاصيل بتاعته. الإقبال بقى على حضور العمل؟ بصي، هو النجاح هنا في العرض ليه كذا معيار. أوكي. ده معيار من المعايير بتاعت نجاح العرض. اولا عروض الثقافه الجماهيريه اصلا دايما بتبقى عروض جيده جدا وكل حاجه، بس ما بيبقاش فيه الاقبال الجماهيري اللي حاصل في النوستالجيا 80 90 تحديدا. واللي انا هقول لك هو ليه كذا سبب يعني، بس انا اشمعنى نوستالجيا 80 90؟ اعتقد العيب او السلبي في عدم حضور الجمهور بشكل كافي في العروض الجماهيريه، المسرح اللي هي بتاعت مسرح الدولة وكده، ان الناس ما بتبقاش دايما على علم لان التسويق ما بيبقاش جيد. اعتقد نجاح نوستالجيا 80 90 كان عامل رئيسي لان يحصل ماركتنج كبير، ده اول معيار. والمعيار الثاني للنجاح الحقبة نفسها، الناس عندها حنين كبير جدا للحقبة دي ان هم يرجعوا يشوفوا ذكرياتهم تاني، لان احنا عندنا ناس بتحضر العرض كل يوم، يعني في ناس بتشوفها في الصالة كل يوم. تمام. فالعرض نجح اولا لان بقى في، عايز اقول لك، يوميا الصاله بيبقى قدها مرتين ثلاثه بره، ما شاء الله الناس عايزه تدخل العرض. وفي حاجه تانية انا بقيس بيها النجاح اكتر من الحضور الجماهيري، وطبعا الحضور الجماهيري معيار مهم. لكن انا بشوف تاثر الناس في الصاله وبنسمع عياتهم واحنا على الستيج، في ناس بتعيط في الصاله. طب احنا لازم نتكلم برضو عن القصه دي. احنا بنشوف دلوقتي حته من العرض والفيديو اللي انتشر تعالي. الفيديو ده طبعا كان واحد من اسباب الماركتنج زي ما كنت بتقول، او الدعايه، لان الدعايه دلوقتي بقت على السوشيال ميديا مختلفه عن زمان. ما كانش في عندنا اوبشن السوشيال ميديا ده، فكان ممكن مسارح الدوله تعمل مسرحيات عظيمه جدا ومحدش يسمع عنها حاجه، بس هنا السوشيال ميديا لعبت دور كبير في ان هي تخلي العرض ده عليه اقبال اكتر. يمكن في ناس شافت الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا دي فقالت ان هي عايزه تروح تشوف العرض لان عندها حنين للفتره دي، صح؟ اعتقد اه. بس هي البدايه كانت فيديو انا نزلته من الكواليس، ما اعرفش معاك ولا لا الفيديو ده. معانا هنشوفه دلوقتي. اه ده كان
من كواليس عرضه احنا بنجرب شخصيه عادل امام. احنا معانا عادل امام واحمد زكي وسعاد حسني ونبيل عبيد، معانا كل الناس. الفيديو ده ده جاب مليون في اول يوم، في اول 12 ساعه، ووصل لحد دلوقتي مثلا 4 مليون تقريبا او اي حاجه او حاجه زي كده يعني. ده كان السبب كبير جدا اللفت الانتباه، هو ده الفيديو ده تبع ايه؟ فابتدت الناس تسال، وابتدت الناس هي تجاوب لبعض يعني. مش احنا اللي قلنا، مش القائمين على العرض، هو للوهله الاولى جمهور هو العرض عادل امام بصراحه بجد. هو عادل امام بيعمل ايه هنا؟ فجمهور العرض اللي ابتدى يبلغ الناس نفسهم في الكومنتات، ده عرض اسمه كذا كذا كذا، لان العرض ابتدى يتشاف. لان انا نزلت الفيديو ده بعد 4 ايام عرض، كان اول يوم اجازه بعد اول 4 ايام عرض. كان الهدف ان احتفظ بيه على السوشيال ميديا عندي كذكرى يعني. بس وحصل بقى، ما كنتش تعرف ان هو هيوصل ل 4 مليون خالص. اكيد خالص خالص ولا اعرف ان هو هيبقى ترند بالشكل ده وفي الضجه اللي حصلت دي. وانا سعيد ان هو كان سبب ان الناس تهتم بالعرض اكتر من ان هم مهتمين. الاربع ايام قبل نزول الفيديو كان حضور جماهيري ضخم، زاد بعد نزول الفيديو الحمد لله. طب عايز اسالك دلوقتي، قبل ما نعرض الفيديو كنا بنتكلم وقلت لي العرض انتوا كنتوا بتسمعوا بكى الناس وضحكهم في الصالة. طب ضحكهم في الصاله ماشي، ليه بكاهم؟ ده نجاح للاستاذ تامر عبد المنعم، ان هو قدر يوصل الحاله اللي هو قصدها للصاله. البكى مش عشان في مشاهد حزينه، عشان هم بيشوفوا ذكرياتهم على الستيج، فعارفه ليها حاله من الشجن كده، اللي هو الحزن، البكى المغلف بالابتسامه يعني. عارفه كل واحد بيفتكر بقى ذكرياته في الوقت ده. بصي انا سعيد ان انا في العرض ده، لان انا بنتمي للحقبه دي اصلا، ده اول سبب. بعد انا زعلان انك بتقول عليها عشان انا معاك هناك في الحقبه دي. اول يوم في الكواليس، بص احنا كنا بنعمل بروفات الخاصه بالشغل بتاعي وبزمايلي على الستيج، بس في فيديو عندنا، احنا عندنا في شاشات عرض في العرض نفسه. ففي فيديو بيتعرض في الاول انا ما كنتش شفته، تمام لانه كان بيتجهز وما شفتوش في معظم البروفات يعني. فاول يوم وانا واقف في الكواليس مستني الدخول بتاعي في المشاهد بتاعتي، شفت الفيديو تقريبا 90% من الحاجات اللي انا اتربيت عليها وانا صغير في التلفزيون، فقعدت اعيط في الكواليس جامد لدرجه الناس تقول لي انت اول مره تقف على مسرح بتعيط ليه؟ فعايز اقول لهم عشان هم كانوا اصغر مني في السن، قلت لهم انتوا مش فاهمين حاجه يعني. فبالتالي الناس في الصاله كان عندهم نفس الحاله. طيب معانا دلوقتي مداخله تليفونيه من مخرج العمل المسرحي نوستالجيا 80 90 الفنان تامر عبد المنعم. مساء الفل. مساء الفل، ازاي اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. عايز اسال حضرتك في البدايه، الف مبروك طبعا على نوستالجيا 80 90 والفكره في البدايه، فكرت طبعا في عمل يخص جيل كده، انا مش عايزه اقول ان هي حقبه زمنيه زي ما احنا بنتكلم مع الفنان محمود عزازي بيقول اصل الحقبه الزمنيه اللي فاتت، زعلان انا ان هي بقت حقبه خلاص، فعايز اعرف رؤيه حضرتك في البدايه ليها كانت ازاي؟ شوفي احيانا الواحد بيحتاج ان هو يستدعي الماضي بتاعه والتاريخ بتاعه عشان يعرف يواجه في الوقت الراهن ما يعكر عليه صفو. طبعا. فانا الحقيقه بشوف طبعا مش اتهام جزافي او اتهام لكل ما يقدم يعني في الساحه الفنيه في مصر، ولكن مثلا يعني طلع حاجات جديده كده انا ما اعرفهاش يعني. لا انا عجوز يعني مثلا، ولا انا قاعد مربع في الفصل، انا شقي برضه ولطيف وكل حاجه، بس انا مش شايف ان ده فن يعني. في حاجات كده انا مش شايفها فن. طب معقوله احنا اللي عملنا ده بقينا بنعمل ده؟ معقوله ان مسلسل بقى له 40 سنه يبقى عايش، وفي مسلسل معروف من 4 اشهر انا نسيته؟ معقوله في افلام كانت فيها كل انواع اللي ممكن تتخيليها؟ النهارده بقى كلنا محصورين في حاجه واحده فقط، ان احنا بنقدم افلام كوميديه، ويعني الفيلم اللي بيبقى مش كوميدي ده بيبقى حاجه موسميه كده ظهرت. صح. معقوله ان كل الابطال بقوا بلطجيه وبقت خناقات وبقت نصب وبقت حراميه وبقى يعني، هل معقول احنا المجتمع بتاعنا بقى هذه هي الصوره بتاعته؟ انحصرنا في الحته دي؟ الكلام ده مش صحيح يعني. انا شايف ان ده كلام غير صحيح، وشايف انه كلام كمان غير مقبول، ان يبقى عندنا احنا هذا الزخم الفني وهذا الجيل العظيم يعني. اقول لك 5 6 10 اسماء كده واحنا بنتكلم باسهاب شديد جدا
يعني ما اقول لك سيد حجاب واقول لك عمار الشريعي واقول لك هاني مهنا واقول لك عادل امام واقول لك وحيد حامد واقول لك لينين الرملي واقول لك محمد صبحي واقول لك سمير غانم واقول لك عمرو دياب واقول لك محمد منير. انت شايفه كام اسم انا رميتهم دلوقتي؟ واقول لك صلاح جاهين، اقول لك هو وهي. احنا عندنا ذخيره فنيه كبيره جدا جدا جدا، عظيمه جدا صح. جدا جدا لو استدعيناها يمكن اولا الناس بيجي لها حاله من حالات السعاده والانتشاء. انت زعلانه من كلمه حقبه، وانا كمان زعلان، حاسس انك كبرت بقالوا عليها حقبه، لكن الناس بيعيشوا جوه هذه المرحله، بيسقفوا بيعيطوا، واللي حب واحد على الاغنيه دي، واللي ابوها مات وكانت بتتفرج مع المسلسل ده، احنا عملنا حاله استدعاء كده لطيفه للماضي لمده ساعه ونص، بتخش جوه آلة الزمن وبيحبكها بقى كل الاساتذه الفنانين اللي معايا، ومنهم طبعا الفنان محمود عزاز اللي انا بعتز بالتعامل معاه، ان انا عملت له قبل كده استعراض قاضي البلاج. انا اللي سعيد يا استاذ تامر ان انا مع حضرتك والله، وسعيد بيه وهو بيتحدى وبيعمل شخصيه الزعيم، وهي شخصيه صعبه على فكره جدا تعمل بيها طبعا. وطبعا توجيهاتك كان ليها دور كبير جدا ان احنا نوصل للمرحله دي. عم الله يخليك وساعدناه، لو هو ما عندوش مش هيدي حاجه. وعندي احمد حسنين عامل احمد زكي، وعندي مصريه عامله نبيل عبيد. طب قبل ما نعرف الشخصيات، وحضرتك بتحضر للمسرحيه او العرض المسرحي، وبنفكر في الشخصيات اللي هتمثل لنا الوقت ده او الزمن ده، الشخصيات اللي علمت معانا، كان ايه اهم الشخصيات اللي قلت ما ينفعش ننسى الشخصيه دي ولازم تبقى موجوده جوه العمل المسرحي اللي هنقدمه نوستالجيا 90؟ في اكيد اسماء قلت مش هينفع اعديها او لازم اذكرها. هو كل الناس اتذكرت، بس في اللي ذكر عن طريق التجسيد زي حاله محمود كده، وفي اللي جثه ده هو نفسه اتعرض له المشهد الاصلي بتاعه، وفي صورته. عندي اربع شاشات، انا العرض كله قايم على فكره المابنج او الفيديو مابنج، اللي بيبقى فيه 27 شاشة موجودة بتتغير مع الديكورات وبتعرض حاجات باستمرار. فلو ما لقيتهوش مجسد عن طريق ممثل من اللي معايا، هتلاقيه هو شخصيا في مشهده، لو ما لقيتهوش هو شخصيا في مشهده هتلاقي صورته. وبتنزل يعني مثلا تلاقي محمود رضا وفريدة فهمي نازلين اثناء استعراض ريا وسكينة، هتلاقيهم موجودين، فالناس تسقف. هتلاقي عمر خيرت العملاق، عمر خيرت ظاهر على البيانو ومزيكته بتلعب، فياخد سكسيكو. احنا هتلاقي حتى الكاريكاتير مصطفى حسين، هتلاقي احمد بهاء الدين بتاع طيب. الاهرام، هتلاقي انيس منصور. اللي قدرنا نشخصه على المسرح شخصناه، واللي ما قدرناش ان احنا وهي توليفه، ما سالنيش عملتها ازاي، عشان كل واحد بيسالني استاذ سامر قول لي بقى حضرتك لما جيت فكرت الفكره ازاي؟ انا اقول له ازاي يعني؟ مفيش حاجه اسمها فكرت الفكره ازاي، هي حاله حسيتها ترجمتها. والشباب اللي معايا دول وطبعا الراقصين، لان هو عرض استعراضي اصلا. يعني عزازي اللي قاعد قصادك ده عنده مشكله كبيره جدا، ان هو ما بينطقش جمله في الروايه، هو كل شغله على غنى وعلى بلاي باك يعني مسجل، احنا اللي مسجلينه، وعلى حركات استعراضيه راقصه، ومطلوب منه يكون عادل امام، وده من اصعب انواع التمثيل، انك ما عندكيش تولز عارفه تتحركي فيه. ولذلك الروايه زي القطر، تفتح الساعه 9 هتلاقيها 10 ونص ولا 5 قطر ماشي بيوصل في الميعاد المحدد. طب عايز اسالك على حاجه كمان مهمه، وهي التطور اللي حاصل. انت كنت بتتكلم دلوقتي على طريقه عرض المسرحيه وال 27 شاشه اللي بتتكلم عليهم، في تطور كبير في مسرح الدوله، وكمان شايفين ان العرض ده ببلاش زي ما بيقولوا كده للجمهور العام بدون تذاكر. بس على حاجه، اولا احنا الدوله، يعني انا لما اكون انا انا لما بقدم عرض انتاج الدوله، اذا انا الدوله. الدوله لما تيجي تنتج هتنتج احسن حاجه. طبعا الدوله لما تكون فاتحه مسارحها، سواء المسارح اللي في البيت الفني، المسرح دي هيئه ثانيه غيرنا خالص، باسعار رمزيه، او عندنا احنا اللي مفتوحه مجانا للناس، فدي خدمه للجماهير احنا بنقدمها. فانا لما اقدم لك خدمه، لما اجي حضرتك تعزميني عندك في الاستوديو ان شاء الله، تقولي تعالى انت ضيف عندي،
النهارده بقوا يا اما بيقابلوك يبعتوا لك عربيه تجيبك، مش كده ولا انا غلطان؟ صح طبعا. ولو في ميزانيه بيدوا لك فلوس، ولو ما فيش فلوس بيدوك درع تكرموك ويشربوك شاي ويشربوك قهوه، انت بتضيفي الراجل اللي جاي لك. صح اكيد. مش كده؟ اكيد. مع ان انت المذيعه وانت اللي على الشاشه، يعني انت النهارده معاكي محمود، بكره معاكي تامر، بعده معاكي اي حد، انت اللي مكمله بالظبط. لكن لازم دي قيمتك، انك لما يجي لك دي قيمه القناه بتاعتك، انك بتحترمي الراجل اللي جاي لك. فاحنا كمان الجمهور اللي بيجي لنا بيجي يقعد يستقبل استقبال جيد جدا، وياخد خدمه 5 نجوم ويقعد. انا بقول لحضرتك لو في مسرح يضاهي المسرح اللي احنا بنعرض عليه في الدوله ويكون يا ستي التذكره ب 3000 جنيه لو احسن مني في حاجه واحده، ما اتكلمش على العرض، بتكلم على البنيه التحتيه للمسرح يعني والديكورات بتاعه المسرح. انا مسؤول ان انا بكره الصبح اقدم استقالتي. احنا بنقدم خدمه 5 ستارز للمسرح، وكمان بنقدم له عرض 5 ستارز. فهو ذكي، هو مش دافع حاجه زي ما حضرتك قلتي، هو لو مش عاجبه العرض هيقوم يمشي. صح صح. هو طب. مش دافع حاجه، هو قاعد لاخر لحظه يسقف لك ويعيط ويستنى. عفوا يعني ما فيهمش نجمه في على الخشب. يعني كل الممثلين اللي معايا ما فيهمش نجمه عشان الناس تقعد تستناه لغايه لما يغير ويطلع بره يتصور معاهم. صح. دي حاله الشباب دي عملوها، وان شاء الله كلهم هيبقوا. ان شاء الله. استاذ تامر عبد المنعم الله ينور، ودايما من نجاح لنجاح، ومنتظرين حضرتك اكيد ضيف عزيز عندنا في عيش سعيد في حلقات ثانيه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. وعايزك تخلي بالك محمود ده فنان كبير وفنان موهوب، بس هو حظه لسه يعني ما جاتلوش، لكن لما جات له راح جاي له 3 مليون مشاهده مره واحده على طول. ما شاء الله. الحمد لله. ضيفنا ومنورنا. شكرا لحضرتك يا استاذ تامر. ميرسي. طبعا شهاده استاذ تامر شهاده مهمه بالنسبه لك طبعاً. لان انت عارف هو قد ايه بيستشعر فيك الفنان الموهوب اللي يعرف يأدي حتى من غير كلام. انا كان دايما عندي صعوبه في اي دور عايز بالجداره فيه، بقعد اقنع اللي قدامي ان انا والله بعرف اعمل عبد الحليم، فما يبقاش مصدق الا لما يشوف عملي. انا بعرف اعمل صعيدي، ما يصدقش الا لما يشوف عملي. استاذ تامر عبد المنعم اول حد صدق من اول دقيقه، قال لي تمام انا مصدق انك تقدر تعمل ده، فيلا يلا نشتغل على طول. ودي حاجه انا تحسب له وانا مش ناسيها طبعا. يعني عايزه اسالك بقى، انت دلوقتي في البدايه لما تعرض عليك العمل من طبعا المخرج تامر عبد المنعم، اتكلمتوا في التفاصيل على انك هتجسد الحقبه دي، حضرتوا لها ازاي؟ في حدوته هنا. ده تاني عمل ليا مع استاذ تامر عبد المنعم، تمام؟ اول عمل كان اسمه قاضي البلاج، كان توتالي عن عبد الحليم حافظ بس. وده كان بعد سمير وشهير وبهير ولا لا قبل؟ انا عملت سمير وشهير وبهير من 10 سنين تمام؟ ونجاحه الحمد لله مستمر لحد دلوقتي، دي حاجه ايجابيه. بس في حاجه سلبيه ان هو اثر شويه على مشواري، ان المسؤولين على القرار في الكارير يعني كانوا شايفيني عبد الحليم بس. تمام؟ ودي حاجه كانت سلبيه شويه. فانا بطلت اعمله عشان عملته فيلم ومسلسلين، كان الشحروره وحاجه اسمها دفعه القاهره. وبعد كده ابتديت اهتم ان اثبت ان انا بعرف اعمل حاجات تانية غيره، مش عشان هو نجح يبقى انا بعمل عبد الحليم بس يا جماعه. صح. فاستاذ تامر عبد المنعم لما طلبني في قاضي البلاج كانت يعني كنت قلقان شويه، ان مش عايز اعمل اخد التجربه دي تاني خالص. خلاص انا عملت عبد الحليم وحصرتني في الحته دي. فمش عايز ادخل تاني في حاجه تخص الفنان طبعا الراحل عبد الحليم حافظ. كان عنده راي صائب جدا، قال لي انت عملته فيلم، عملته سينما وتلفزيون، اعمله مسرح عشان تبقى قفلت المجموعه يعني. وانا كان من 2005 اخر مره وقفت على المسرح، فكان مشتاق جدا اقف على المسرح. وفكره ان اعمل عبد الحليم على المسرح دي لطيفه جدا، اخد رد الفعل المباشر. فعملنا عرض كان ناجح جدا، نفس النجاح ده بالظبط. وسعدت جدا ان مسرح الدوله قدر يقدم الشكل المبهر ده، وكان شيء حمسني زياده يعني. انا بقى عندي حلم قديم من 10 سنين ان نعمل عادل امام. يعني حتى انا في ذكرى ميلاد الاستاذ كل سنه بنزل صورته واكتب وبيننا ميعاد. بيننا ميعاد ان انا في يوم من الايام هجسدك. هو ممثلي المفضل يعني. فبعد ما خلصنا قاضي البلاج رحت الاستاذ تامر عبد المنعم قلت له ايه رايك بقى اللي احنا عملناه ده بالظبط، نعمل عرض لعادل امام. هو كان بيبتسم لان هو كان جوه عقله 80 90 الفكره موجوده. فانا فهمت الابتسامه بعدين بقى، اللي هو قال لي طيب انا عندي فكره كذا 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 وبنعمل كذا ومعانا عادل امام، فرجني بقى بتعمل عادل امام ازاي. دي بقى ده الفيديو اللي عرضناه من شويه، دي كانت اول بروفا
انا كنت بختبر نفسي فيها وهو كمان كان بيختبرني ازاي ممكن ابقى عادل. ما كنتش إمام. جربت طيب ولا حتى مرنت نفسك كده لوحدك ازاي هعمل عادل امام؟ يعني انت على طول فرجني عادل امام انت. انا ولا حتى ذاكرت. ليه بقى؟ لان طول العشر سنين بقولك ده حلم قديم جدا. عادل امام جزء من تركيبتي الشخصيه وجزء من كلنا فينا عادل امام. كلنا طبعا. انت فيك عادل امام. كلنا. كل الناس اللي واقفه معانا دي كلنا عادل. مين فينا مش حافظ له كام افيه وطريقه وحركه بيقولها وسط بشكل كلامه؟ أو بأخر عادي فينا طبعا جزء من عادل امام طبعا. بس ممكن يبقى الموضوع عندي زياده شويه، اولا عشان ممثل، عشان أكيد. هو ممثلي المفضل وانا بهتم بيه اكتر واكتر حد بتفرج عليه فمؤثر فيا بشكل كبير. فلما حطينا الباروكه وعملنا الميك اب، اول ما شفت نفسي في المرايه اللي انت شفتيه في الفيديو ده انا عملت ده تلقائي، كل ده خرج كده تلقائي. خرجت على المسرح الناس استنحت وهو راح قال لي اوكي تمام دن. راح جمعك قبل كده لقاء ما بينك ما بين الفنان عادل امام؟ مره واحده بس في زهايمر، وده كان انت يعني داخل العمل. طب كواليس اتكلمتوا مع بعض؟ بصي، هو انا بدات 2005 بادوار صغيره كتيره جدا لحد ما ربنا كرمني بورقه شفره حاجه اسمها شربيني. الناس مش عارفه ان شربيني هو عبد الحليم هو عادل امام، ده موضوع تاني بعد نتكلم فيه بعدين. شكلك كان مختلف جدا في شربيني في كله يعني، حتى السنه اللي فاتت عملت سيرو الباتع ادجار ضابط فرنساوي مختلف خالص، مش عارف ده صح ولا غلط، الواحد شكله بيختلف بس تمام يعني. هو صح فنيا بس مش صح جماهيريا، وممكن صح؟ مع الوقت قدام يبقى ايجابي يعني. انا اتمنى يعني فنيا يعني. طبعا لانك انت بتجسد ادوار مختلفه بشكل مختلف، يمكن بتتخن بتخس بتغير شكلك بتحط باروكه، انت كفنان انت ظابط الدور جدا أصلاً. بس جماهيريا الناس لما بتحفظ شكل حد معين مش عارفين ان هو ده هو ده بالزبط. هو ده يعني الى الان الناس مش عارفه ان شربيني هو عبد الحليم هو ادجار هو علوان في بحر، مش عارفين ان كل ده شخص واحد. احنا محتاجين نجمعهم كلهم في صوره واحده بكل الشخصيات. فطبعا انا من 2005 جيلي اللي خرج معايا في الوقت ده لو فراج بقى وفيديو محمد سلام وتايسون وكل احنا جيل واحد يعني. فكلنا كنا بنحلم نشتغل في افلام عادل امام يعني طبعا. فانا كنت دايما بسعى ولو مشهد واحد في مسيرته، لان هو تاريخ بيتوثق، فانا لو اشتغلت مشهد واحد في مسيرته ده شيء عظيم بالنسبه لي عشان اقابله في الكواليس، ده كفايه. فالحمد لله نجحت اخيرا ان ده يحصل في مشهد في زهايمر كان في الزنزانه مع احمد رزق وفتحي ابو وهاب. وكنت حزين طبعا المشهد مش معايا، بس تمام انا موافق ان هو يبقى في مسيره الاستاذ يعني. فدخل اللوكيشن بالشنطه بتاعتي، كان استوديو النحاس على ما اعتقد يعني على ما افتكر، واول حد شفته في اللوكيشن كان استاذ عادل، كان قاعد بيجهز للمشهد جاي. هو اول ما شافني قال لي انت مين؟ فقلت له انا ممثل. بتعمل ايه هنا؟ فقلت له انا عامل المسجون اللي في الزنزانه. الشنطه دي بتاعتك؟ قلت له قال لي افتح كده. ودي كانت مفاجاه بقى بالنسبه لي، هو بنفسه قال لي انت تلبس القميص ده وعلى البنطلون ده ونعكس شعرك وتعالى. فعملت كده فعلا، قال لي تمام هتقول ايه بقى؟ فقال معايا الحوار سمعته، خلاني عملت الحوار قدامه، قال لي كويس جدا. وده كان درس بالنسبه لي ان الاستاذ بحجم عادل امام بالتاريخ ده كله مهتم بمشهد في فيلمه، مين هيعمله وهيعمله ازاي وهيبقى لابس ايه كمان. ده اكبر دليل على النجاح، لان العمل علشان ينجح مش هتقول انا دوري بس ان انا اجي اعمل الحته دي، ده الجزء بس اللي يخصني في الشغل، لا انا طالما ده شغلي يبقى انا لازم اتشعب في كل التفاصيل. وده نجاح طبعا الفنان عادل امام، فنان كبير طبعا، فعلشان هو اهتم بكل مشهد بكل حد هيعمل دور هو عارف هيعمله ازاي وقال له تعمل ايه. اختار لي القميص والبنطلون بنفسه، متخيله يعني؟ انت بس ما لاحظتش حاجه ان انت وانت بتحكي الموقف دلوقتي انت بترد الجمل بتاعتك بمحمود والجمل بتاعه الفنان عادل امام، انت بتعملها بكاركتر الفنان عادل امام ده بجد؟ ما ممكن عشان العرض شغال او عشان زي ما قلت لك هو مؤثر فينا كلنا يعني. ده اكيد. طيب خلينا نتكلم كمان عن العرض. العرض هيلف محافظات مصر يعني، هيلف اكتر من محافظه؟ كل محافظات مصر. كل احنا رحنا بورسعيد ورحنا القناطر تقريبا، وعندنا بقى اسكندريه وعندنا اسماعيليه وعندنا بني سويف وعندنا مرسى مطروح وعندنا كل محافظات مصر. وان شاء الله كمان هيطلع بره مصر ان شاء الله يعني.
طب الناس بقى بتقابلكوا بايه؟ يعني بعد العرض اكيد بتقابلوا الجمهور، تكلموا معاه، في اي كومنتس معينه انت سمعتها من حد من الجمهور؟ لان برضو خلي بالك فكره الفيدباك، ان انت بتاخد الفيدباك في نفس الوقت من الجمهور وبيقولوا لك هم حسوا بايه او انبسطوا او لا، وده ميزه طبعا المسرح، فكره مهمه جدا. فايه الكومنتات اللي جات لك من الجمهور ومش قادر تنساها؟ بصي، الكومنتات الحمد لله دايما ايجابيه، سواء كان على الفيسبوك على الفيديوهات اللي من العرض او الفيديو اللي نزل بتاع البروفات، ولما العرض بيخلص نفسه الحمد لله الناس مبهوره وسعيده. بس انا اكتر حاجه بتسعدني بره السوشيال ميديا، لان انا قعدت فتره طويله من حياتي بيتقال لي في الشارع يا شربيني يا حليم. حليم شربينو سنين طويله، يعني محدش بيقول لي عزازي دي خالص، لسبب ما، بسبب الفيديوهات، بسبب العرض، ان يعني الناس بتقولي عزيزي في الشارع اخيرا يعني. فده اكتر كومنت، لو نعتبره كومنت، اكتر كومنت اسعدني ان بتنادى باسمي اخيرا، مش عبد الحليم او شربين يعني. طب العرض كان فيه يعني فنانين كتير غير عادل امام، كان فيه فؤاد المهندس، كان فيه شريهان، كان فيه شخصيات كتير قوي، كل ما تتخيلين موجود في التسعينات موجود. شايف الناس تأثرت بشخصيات مين من اللي كانوا موجودين في العرض؟ أعتقد إن كل زمايلي مقدمين مجهود رائع وبشكل أو بآخر واصلين للناس إن شاء الله يعني. طب تعالى نتكلم على حاجة كده قلنا عليها سريعا ما وقفناش عندها، إن أنت قلت من 2005 لحد دلوقتي في مشكلة حصلت في إن أنت حسيت إن في أدوار كتير قوي اتهدر حقها. احكي لنا بقى عن الوقت ده، وانت احساسك ان انت عايز توصل للناس ان انت في شغل كتير قوي بس انتوا ما كنتوش حاطينه على السبوت. ابتدى دلوقتي بقى تحت السبوت، لان ابتدت الناس تعمل لي منشن في مشاهد، ايه ده طلع انت ده ليه بقى؟ بس من 2005 ل 2010 هي المشكله بدات، من 2010 بعد سمير وشهير وبهير. انا فخور ان مشواري متدرج، يعني من جمله لجملتين، لمشهد لمشهدين، لدور ثانوي صغير، لدور ثانوي كبير، لدور كده يعني، تمام. الى ان وصلت بقى لورقه شفره وسمير وشهير وبهير. انا عملت سمير وشهير وبهير، من هنا الدنيا اتقلبت زي دلوقتي كده ما حاصل بالظبط. وابتدت الناس في الشارع تشاور عليا بعبد الحليم، والناس في الشارع كان ايجابي جدا، بس على مستوى الكريم ما كانش بنفس الموضوع. ليه؟ لان كانت المسؤولين عن اتخاذ القرار حاصريني في حته عبد الحليم زي ما اتفقنا. فمن 2010 لحد قبل العرض ده انا عندي صراع لاثبات وجهه نظر ان اقدر اعمل حاجات كتير يا جماعه مختلفه. فانا شايف ان نجاح شخصيتي عادل امام في النوستالجيا واللي حصل ده حسم وجهه النظر دي لصالحي، لان انا مش شبه عادل امام ولا عبد الحليم شبه عادل امام. طبعا ممكن يكون فيها شويه من عبد الحليم، لكن انا ما فيش من عادل امام خالص. فانا اقنعتك بعبد الحليم واقنعتك بعادل امام، زي ما اقنعتك ان انا علوان في بحر، واقنعتك ان انا حسين في انحراف، واقنعتك السنه اللي فاتت ان انا الضابط الفرنساوي ادجار، وقبل كده احمد في الا انا. هي دي كل حكايه، انت مش واخد بالك من احمد وحسين وعلوان وبتاع عشان دي شخصيات من خيال المؤلف، لكن الناس وقفت عند عبد الحليم وعند عادل امام لاسمائهم. فاتمنى الضجه اللي حاصله دلوقتي ترجع تشاور على الشخصيات اللي احنا عملناها في النص، حتى لو كانت هي مساحتها مش كبيره وادوار ثانويه. عندي امل كبير ان الضجه دي تنقلنا من مرحله الادوار الثانويه للادوار الرئيسيه، وزي ما نجحنا في حاجه صغيره وثابت اثر، اكيد لما ناخد حاجه اكبر هنسيب اثر اكبر. طب في ادوار الدراما اللي انت عملتها، ايه اكتر الادوار اللي انت اديتها وحسيت ان الدور ده كان لازم ياخد اكتر من كده، كان لازم زي ما حصل ضجه في سمير وشهير وبهير، وزي ما حصل دلوقتي ضجه وقت المسرحيه، الدور ده كان لازم يحصل عليه ضجه، وحبيت الشخصيه قوي اللي انت بتاديها، وكنت شايف ان هي الشخصيه دي كان مفروض يحصل عليها نفس الضجه دي؟ بص، هو كل الادوار اللي انا عملتها كان عندي شعور ان هي المفروض تبقى مساحتها اكبر من كده، بس انا مهما كان الدور صغير انا بشتغل عليه كويس جدا. يعني الشربيني اللي الى الان ساعات ناس بتقول لي يا شربينو في الشارع، لكن انت تخيل ان هو ثلاث مشاهد بس الناس فاكراه كويس جدا جدا. انا عن نفسي فاكره جمله شربيني انا مش شربينك. الناس فاكره شربيني رغم ان هو ثلاث مشاهد. طب سمير وشهير وبهير اربع مشاهد بس. تمام، والناس وقفت عند الادوار دي. كذلك علوان، لا علوان كان مساحته كبيره شويه، ادجار برده كان مساحته كبيره شويه، بس مهما كان الدور كبير او صغير انا بديله حجمه كانه هو بطل الحكايه.
انا بشتغل كان انا البطل. يعني لما كنت بعمل شربيني انا بطل الفيلم، كذلك كل مسلسل بعمله مهما كان الدور انا بصدق ان انا هو البطل وبديله حقه بشكل كامل وبهتم اهتمام كبير جدا، فممكن عشان كده بيسيب اثر في الناس يعني. حلو قوي. طبعا هنطلع بس فاصل صغير وكلامنا لسه ما خلصش، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا مع ضيفنا النجم محمود عزازي، وعايز اسالك شويه عن تطور مسرح الدوله. يعني احنا شايفين ان دلوقتي بقى فيه اهتمام اكتر، بقى فيه مسرحيات فعلا، بقى فيه اقبال من الجمهور ان هم يروحوا، فقول لي التطور ده حصل ازاي؟ ده يحسب للاستاذ تامر عبد المنعم في رايي الشخصي، لان هو عنده اهتمام بالثقافه الجماهيريه بشكل كبير، والعروض اللي بيقدمها معظمها خارج من افكاره، وهو مؤمن بفكره ان لازم كل عمل ياخد حقه انتاجيا ايا كان هيتعرض للجمهور بمجانا ولا فلوس ولا بتذاكر يعني. وهو بس مش بيضاف ليه فكره مسرح الدوله بس اللي بيتقدم على مسرح الدوله، فكره سينما الشعب يعني. احنا في كل كسور الثقافه الافلام الجديده بنفس جودتها في السينمات اللي هي ب 100 جنيه و 120 جنيه و 200 جنيه بتتقدم للناس بسعر رمزي، بتذكره رمزيه للشعب، ودي فكره انا بشجعها جدا وبدعمها. واحد اسبابي ان انا في نوستالجيا 80 90 وقبليها قاضي البلاج، فكره ان احنا بنقدم للجمهور عروض مبهره بشكل مجاني. فانا انا بشكر استاذ تامر عبد المنعم بشكل شخصي، وسعيد ان انا شغال معاه وجزء من ده، ولازم كلنا ندعم ده اصلا، ولازم كلنا ندعم مشروع استاذ تامر عبد المنعم الثقافي بشكل عام يعني. ندعم مش نحارب، عشان في ناس بالزبط. بتحارب. بالظبط. طب عايز اسالك على النوستالجيا 80 90 قبل ما نقفل الكلام عنها، عايز اسالك عن لو انت دلوقتي شايف السوشيال ميديا هي اللي بتعمل دعايه، فانت شايف ان هي اخذت دعايه كبيره بسبب السوشيال ميديا، ولا شايف ان ممكن تكون احيانا السوشيال ميديا بتبقى ضد العمل، انه في ناس شافت ان ده انتوا العمل اللي انتوا عملتوه ده لو ما كانش اتسوق بطريقه صح على السوشيال ميديا ما كانش حد شافه؟ انا مؤمن ان العمل الجيد بيسوق نفسه والناس بتبلغ بعض، تمام؟ ودلوقتي احنا في عصر مختلف شويه، مش لازم بس نعتمد على الماركتنج والتسويق يعني. فعلا الحاجه كويسه الناس يعني جزء كبير من الحضور الجماهيري، انا متاكد ان الناس بتبلغ بعض، يا جماعه ده في هنا حاجه حلوه تعالوا، تمام؟ في حاجه هنا اتاثرنا بيها وكده. ده ممكن يحصل على نطاق القاهره لما اتعرض في الاول في القاهره، لكن ان الناس تبقى تطلبه في الاسماعيليه وفي اسكندريه والكومنتات كلها تعالوا عندنا تعالوا عندنا، ده بسبب الـ اكيد السوشيال ميديا والفيديوهات اللي انتشرت وفكره العرض وجوده العرض من بعض المشاهد اللي اتنقلت يعني على السوشيال ميديا، هي اللي خلت الناس في بقيه المحافظات تطلبه. والتواصل مع وسائل الاعلام برضو يعني. فكره حضور حضرتك في البرامج يعني ده برضو بيساعد كمان على الماركتنج للعمل. الفن والثقافه لازم معاهم اعلام عشان يوصل ده للناس. عايزه اقول لحضرتك ان زي ما احنا اتكلمنا على الباور بتاع السوشيال ميديا او قوه السوشيال ميديا في ان هي تعمل ماركتنج للفنان، فبرضو شايف من وجهه نظرك الفنان يعتمد اكتر على السوشيال ميديا ولا على المعارف، ولا يستنى يقول انا فنان والدور هيجيلي انا عندي فني ومش لازم يبقى عندي المعارف والشلل زي ما بيقولوا؟ انت دوستي على الجرح جامد قوي دلوقتي. ليه بقى؟ انا عايزاك بقى تحكي بقى. لا بفضفض بقى. احنا معاك هنا. انا عندي مشكله دلوقتي، انا مدرسه قديمه شويه يعني، لما بدات امثل ما كانش في بقى لا تيك توك ولا انستجرام ولا كان فيسبوك حاجه جديده يعني. فانا ما يعني اليات ان استخدم الابلكيشنز دي في تسويق نفسي مش موجوده عندي خالص، وبعدين مش مطابقه لمعايير الشخصيه اللي اخترتها ليا في الحياه خالص يعني. في شركات ممكن تساعدك في ده، انت عارف كده صح؟ انا عارف يعني. لا انا ما بتكلمش على ان احنا ننشر، انا بنشر يعني لما بيبقى عندي مسلسل او عندي فيلم او عندي حاجه بنزل الحاجات دي، مقاطع منه. لكن ما بمسكش موبايلي للنهار صباح الخير انا صحيت او اصور اكلي او اصور مش عارف، انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي، وهحاول اتعلم اعمل كده بس انا ما بعرفش اعمل كده، تمام؟ طبعا
اعتقد يعني من واقع التجربه اللي انا فيها انا كنت معتمد على موهبتي فقط، ان هو لما حاجه تنزل تعلم اكيد هيطلبوني تاني. ده اتضح ان هو مش كافي، لازم العلاقات الانسانيه اللي انا بحترمها وبقدرها جدا فوق اي حاجه يبقى بشكل او باخر مرتبطه بالشغل. الرابط ده انا ما حققتوش طول السنين اللي فاتت خالص. لما بدخل عمل يعني بصي هو خلينا برضه نبقى معترفين ان هي شلل كتير. ايوه انا مش ضمن اي شله، بس انا عندي من كل بستان زهره، يعني عندي من كل شله صاحب. بس انا ما عنديش شله. اعتقد ان ده يعني جزء سلبي في تخطيطي للحكايه. ما انت قلت اسماء كتير قوي لدفعتك او جيلك من الفنانين. طلعنا مع بعض كلنا. هل انت شفت ان مثلا هم عشان انتموا لشلل معينه بغض النظر عن اي اسم، مش هنقول اي اسم مش هنسمي حد، بس ممكن يكون انت ما عملتش كده؟ هم كانوا اذكى مني اكيد بشكل او باخر. كان عندهم رؤيه اوضح للتعامل خارج اطار الشغل. يعني انا حتى على مستوى الشغل نفسه يعني بيبقى عندي تصوير، بروح اللوكيشن بدخل في معادي مش عايز اتكلم مع حد، بذاكر مش عارف ايه، ما بختلطش قوي وبنزل اصور واروح. ده غلط طبعا، اكتشفت ان بعد كده ان ده غلط. تمام. خيالي كان بيقول لي ان الاجتهاد قدام الكاميرا هو بس المعيار الوحيد اللي هيجيب لي شغل تاني. بس اجتهادنا هو ده على فكره مش بس في التمثيل، هو ده في اي شغل تاني اعتقد. فاعتقد ان هو عشان ابقى مدير شاطر في الحسابات حتى، فانا لازم يبقى عندي معارف في هنا وهنا وهنا، وعندي شلل كذا وكذا عشان لو في يوم حصل لي دروب في شغلي الاقي المكان البديل. صح ولا لا؟ ما ينفعش اكتفي بس بعبارات التهنئه، بان انا شاطر، او عبارات التهنئه اللي بتيجي بعد كل دور او كل موسم رمضان. انت كنت شاطر جدا، شفناك النهارده في الحلقه كنت عظيم، انت في الدور ده كنت زي ما بيحصل دلوقتي، انت ابهرتنا بعادل امام. يعني قبل الفيديو ده هو ده مش نفاق، هو انت بتبقى فعلا ده لو هو ما قصرش مش هتسمع. يعني بالظبط، قبل الفيديو ده كانت المكالمات قليله، من ساعه الفيديو ده المكالمات كتير جدا من كل الناس. طب انا عايز اسالك برضو قبل ما نسيب الحته دي، في دلوقتي ظهر حاجه بقينا نشوف ناس ما لهمش علاقه بالفن ولا بالتمثيل ولا اي حاجه، ومجرد ان هم التيك توك او انستغرام او اي ابلكيشن من البلاتفورمز بتاعت التواصل الاجتماعي عندهم عليها فولورز كتير، فيجي منتج معين يستبعد الفنان ذو الموهبه وياخد الشخص اللي عنده فولورز او عنده متابعين كتير علشان يديله الدور. ليه؟ علشان ده هيسوق لي اكتر للعرض بتاعي، سواء مسرحي او سينما، او ما اعتقدش مسرحي لانه مسرحي ده بعيد شويه. عايز فن اكتر، نتكلم على سينما او دراما. فرايك ايه في القصه دي؟ يعني قبل ما نطلع من هيبقى كومبليكيتد شويه رايي، فنفصصه. تمام ماشي. انا مش ضد خالص ان حد على السوشيال ميديا او التيك توك يقدم نفسه ويتنقل بسببه اللي ياخد ادوار ويبقى ممثل ويبقى نجم كمان. تمام، بالعكس، ده انا نفسي ابقى اعرف اعمل كده انا كمان، يعني في او انا فشلت في ان اعمل ده، مش ضد ده خالص. الناحيه الثانيه من الاجابه، انا اصلا بقى ضد ان احنا نغفل جوده العمل فنيا ويبقى اهتمامنا بس بان هو ينجح ماديا، ويبقى كل عينينا كانتاج على ان هو ازاي ينجح ماديا. فبالتالي لما باجي بدور مين عنده فولورز اكتر، مش مين لايق على الدور اكتر، لان انا كل همي الفيلم ينزل، الناس تدخل تدفع فلوس الم الفلوس، ناس بعجبها الفيلم او العمل الفني ما عجبهاش انا مش فارق معايا. ده موجود ما بقولش بنسبه 100%، بس الاغلبيه الكاسحه من اللي قائمين على الصناعه بيفكروا كده دلوقتي، وده غلط. غلط كبير. ليه بقى؟ لان انت لو ما اهتمتش بجوده العمل الفني هتفقد شيء مهم جدا، وهي الاقبال عليه في المستقبل. واي صناعه في الدنيا لو المنتج ما عليهوش اقبال، الصناعه دي هتقف طبعا. فلازم نصلح طريقه التفكير بشكل عام ونعكس الحكايه، يبقى الاول جوده العمل الفني ومتطلباته بقى اللي محتاجها بما فيهم الاختيار العناصر الجيده المناسبه للعمل، سواء الناس دي من التيك توك او من غير التيك توك. بس في الاول احنا رتبنا الحكايه صح من الاول، فمش هيفرق بقى احنا جايبين منين طالما رتبنا اصلا من الاول صح.
بما اننا بنتكلم بقى على دخلنا في حته ماديات ان الانتاج بيحب يلم فلوسه في الاول، ففي فنانين تانيين طبعا مشروع انك تدور على المكسب يعني اكيد طبيعي، ما حدش بيشتغل غير علشان يعني هي معادله بشتغل اللي بحبه علشان اخد فلوس برضو اعيش بيها بالزبط. فهي معادله وكلنا عايشين بنفس الطريقه دي، ده لو كان عندك الفرصه انك تشتغل اللي بتحبه. طب خلينا نتكلم على برضو فنانين كتير بيعملوا نفس الموضوع ده، مش مهم الكيف او الدور، بس المهم ان انا الاجر بتاعي يبقى عالي، المهم ان انا اشتغل كتير، يبقى عندي ظهور كبير في مسلسلات وافلام، واللي يتعرض عليا يلا اي حاجه هتتعرض عليا انا هقبلها وهوافق بيها واوكي وتمام، علشان ابقى عامل اكبر عدد من الاعمال، ويبقى حتى كمان الماديات الفلوس يعني تبقى كتير. فانت رايك ايه في القصه دي؟ وبقينا نشوفها كتير صراحه. ده هيرجعنا للنوستالجيا 98، تخيلي ده ليه بقى؟ ليه؟ لان الطريقه اللي انت وصفتيها تماما مش هي دي الطريقه اللي اتعمل بيها المسلسلات والافلام اللي احنا حبيناها في الثمانينات والتسعينات، وده بنقوله في المسرحيه بالمناسبه. بنقول ان في افلام ان في مسلسلات دلوقتي تقنيا اعلى من زمان، انتاج اضخم، بتاخد مساحه من التسويق اعلى بكتير وعدد مشاهدات اكبر، لكن مش سايبه اثر زي مسلسلات في الثمانينات والتسعينات احنا حافظينها لحد دلوقتي. ولما بتتعاد يعني انا عن نفسي لن اعيش في جباب ابي والرايه البيضاء والشهد والدموع، لما بيتعادوا في اي وقت هتفرج وبتاثر نفس التاثير. دلوقتي اشوف المسلسل ويعجبني وما بشوفوش تاني عشان اللي انت شرحتيه من شويه. هي مره واحده وكفايه ان انا كملت المسلسل. انا كان هدفي اعتقد الناس وهي بتعمل المسلسلات دي، انا كنت شفت فيديو لبروفا هما بيحضروا بروفا ترابيزه الرايه البيضاء، بيقفوا على الجمله تتقال ازاي، الكلمه تتقال ازاي، وتتقال هنا ليه، وجميل راتب يسال اسامه انور عكاشه انت قاصد هنا بالجمله ايه عشان انا في التصوير اقولها ازاي عشان ما ابوظش المعنى اللي انت عايزه. الله يعني شوف التفاصيل. ايوه احنا في حته ثانيه المرحله دي يعني فاهم. طب انا بسمع دلوقتي اصلا في ناس بتدخل من غير سكريبت، اللي هو طب بس قول لي كده وانا هرتجل. في بنخش ب10 حلقات ونكمل الكتابه واحنا شغالين يعني مثلا. لازم ده يقف، لازم ده يبقى له حل، بس مش كل الناس بتعمل كده. يعني مش هنذكر اسماء السلبي والايجابي، بس هتلاقي بقى المسلسلات اللي نجحت نجاح كبير جدا ما اشتغلتش بالطريقه دي. في مخرجين كبار زي استاذه كامله ابو ذكري، زي استاذ سمير محسن، انا مضطر اقول اسماء، ما بيعملوش كده، لازم المسلسل يتكتب، زي استاذ خالد يوسف برضو كذلك، الحبكه الدراميه نبقى عارفين فيها ايه كويس وبنلتزم بالسكريبت وبعد كده نصور. وده بيحصل كمان خلي بالك في مسرحيات، لو قول لي بس الموضوع عن ايه واحنا هنطلع وصباح الفل والافيهات هتجيب بعضها وكده، ده بيحصل صح ولا لا؟ هو مفيش مسرحيات دلوقتي غير مسرحيات الهواه ومسرحيات الدوله، وده برضو بيرجعنا ل 80 90، لان احنا عندنا في جزء المسرحيات بنقول ان كان المسرح في مصر روتين. لو ترجع بالذاكره كده طبعا شباب صغير مش هيفتكر، بس احنا فاكره كان شهر 6 يبدا يجي تلاقي اعلانات المسرحيات. دي الفسحه بتاعت الخروجه اللي هو لو عملناها مره في السنه دي ولا يعني كل سنه 25 مسرحيه مغرقين السوق، وما بتبقيش ملحقه تخش المسرحيه دي ولا المسرحيه، الحاله دي لازم ترجع تاني. ازاي ما اعرفش، بس لازم نرجع لده تاني. طب تعالى بقى نتكلم عن نجوم الترندات، نجوم طلعت هوبا طلعوا ترند بقى ممثل، وانت طبعا انا مش عايز اذكر اسماء بس اكيد انت قابلت يعني ناس تطلع بفيديو بسيط ولا الناس تتريق عليهم فهوب بيتشيروا كتير قوي بقى ترند، تعالى نجيبك ممثل. لو هو ممثل حقيقي هيكمل، لو هو ممثل مش حقيقي مش هيكمل، بس تمام مفيش مشكله الترند يبقى سبب في ان هو ياخد فرصه. انا نفسي الترند بتاع عادل امام ده انا مش ممثل جديد اهو، بس انا عايز يبقى سبب في ان اخد فرص اكبر من اللي خدتها قبل كده، ما عنديش اي مشكله في ان الترند يبقى سبب. مبسوط ان انت الايام دي طالع ترند، بس عايز تفكرهم طبعا باعمال ثانيه. على فكره انا الترند بعبد الحليم فتره طويله الى الان، كل الميمز والكوميكس عبد الحليم في سمير وشهير وبهير، اخيرا ان الناس ابتدت تاخد بالها ان ده هو ده. ومبسوط بالترند ان هو هيغطي على عبد الحليم. طب يعني الترند ممكن يعيش ممثل؟ يعني ان هو دلوقتي انا طلعت ترند فهو انا هكمل ممثل وهيجي لي ادوار عشان انا طلعت ترند؟ ما لسه قايلين لو هو ممثل حقيقي هيكمل، لو هو مدعي مش هيكمل طبعا.
عايزه اعرف بقى ايه اللي بتخطط له بعد كده، يعني ايه اللي انت شايف ادوار عايز تعملها، مخرجين عايز تشتغل معاهم، دراما اكتر ولا مسرح اكتر، عايز تشتغل على نفسك الفتره الجايه ازاي؟ انا مستمتع جدا طبعا باللي بيحصل كل يوم على الستيج وما بعد العرض كمسرح، بس انا حبي الاول سينما جدا، وطبعا في الاول في الاخر انا ممثل، يعني اشتغل مسرح والسينما والتلفزيون، بس لو هرتبهم بيبقى السينما في الاولويه وبعد كده التلفزيون وبعد كده المسرح، رغم استمتاعي دلوقتي باللي بيحصل على المسرح. اللي بخطط له في الوقت القريب، احنا العرض مكمل اعتقد لفتره طويله لان الزخم والحضور كبير قوي، وعندنا لفه محافظات كتيره ولسه هنطلع بره مصر، فاعتقد ان من لحد اواخر شهر 8 لازم افضل محافظ على الحاله دي، ان انا كل يوم بطلع للناس على الاستيج الناس تصدق ان انا عادل امام، دي حاله محتاجه تركيز، وكل التليفونات اللي بتيجي اللي فيها ما فيهاش كلام واضح هنعمل ايه، بس احنا والله عايزين نركز شويه، ممكن في المستقبل نبقى مع بعض نعمل حاجه، محتاجه اركز معاها اكتر، ولما يخلص العرض في اخر شهر 8 او ما بعد ما اعرفش نبدا نخطط بقى ونستثمر كل المكالمات اللي جت. بما انك يعني الجيل تمانينات وتسعينات والفينات، فممكن تقولي الفرق ما بين جمهور انت شايفه ازاي، ما بين جمهور زمان وجمهور احنا عشان نقول زمان، او هي مش زمان عشان انا معترضه على الحقبه والزمان والحاجات دي، فالفرق ما بين الجمهور بما انك بقيت تشوف دلوقتي جمهور في المسرح وبتتكلم معاه، انت شايف الجمهور نفسه اتغير؟ الاجيال الجديده دلوقتي غير الجمهور زمان، الجمهور زمان كان مثقف اكتر، لكن الجمهور الحالي دلوقتي اوعى واذكى بكتير وما ينفعش نضحك عليه، وكل وسائل البروباجندا والدعايه للفنان اللي كان بيستخدمها زمان عشان يوصل للناس او عشان يبقى نجم ما بتدخلش على الناس دلوقتي، عشان تبقى نجم لازم تبقى دغري وواضح وصريح وتجيب من الاخر، لان هم اصلا كلهم نجوم على موبايلاتهم، صح، هم كلهم نجوم على التيك توك والانستجرام، فعارفين يعني هم شطار في البروباجندا اكتر مننا اصلا الجمهور دلوقتي. دي حاجه. الحاجه الثانيه في انفتاح بقى نتفليكس وشاهد ومش عارف ايه وكل المنصات اللي بتعرض من كل حته، فبيتفرجوا على اعمال دراميه من اسبانيا ومن كوريا، كل دول العالم طبعا، ومن ايران ومن وعربي وامريكاني وكوري وما بقاش عندهم فكره مين النجم او فكره السوبر ستار، ما بقتش موجوده عند الجمهور بتاع دلوقتي زي زمان، هو مش مرتبط عاطفيا بيكي، هو مرتبط عاطفيا انت بتقدمي لي ايه؟ بالعمل، قدمتي لي حاجه حلوه ذكيه مختلفه او شبه اللي انا بشوفه بره، انا هديكي فرصه ثانيه، هشوفك ثاني، عملتي حاجه كويسه هشوفك ثالث، خيشتي لا انتهيتي انت، ما انا ما عنديش حاجه اسمها سوبر ستار اصلا، ده الجمهور دلوقتي. فنان محمود عزازي انت نورتنا، ومبسوطه جدا بالنوستالجيا 80 90 وان شاء الله لازم كل فريق عيش سعيد نروح نتفرج على العرض، لان احنا مستمتعين بالفيديوهات اللي نزلت على السوشيال ميديا، فعايزين نشوف اكتر ونشوف العرض كامل على بعضه، والف مبروك وان شاء الله دايما من نجاح لنجاح. حضرتك نورتنا النهارده. انا كمان كنت سعيد بوجودي معاكم وبتمنى لكم كل التوفيق وكلكم معزومين على العرض. شكرا ليك، نتمنى تكونوا انبسطتوا معانا النهارده في حلقتنا من عيش سعيد، نشوفكم في حلقات تانية كتير، باي باي.